السلام عليكم إخوة والأخوات، ماذا بكم تعاودوا تلتحقوا باللايف وتبارتاجيوه على أوسع النطاق، لأنه راكو شفتوا كيفاش راهم يقطعونا في اللايف باه الحقائق هذه المرة ما توصلش للرجل الأول في البلاد، وهذا يؤكد أنه لا علم له بما يحدث وأن القنصلية تتصرف من تلقاء نفسها، لأنه مستحيل أن الخارجية تتصرف بدون ما تشاور القنصلية، لأنها القنصلية هي اللي راهي متواجدة تما وهي اللي على بالها شكون لازم يروح واللي ما يروحش، وهذه مكيدة كبيرة من أجل القضاء على المادة الرمادية في الجزائر والتخلي على النخبة الجزائرية وحاملي الشهادات خاصة في آدو نافعة. على كل نكمل مع الدكتور ليوضح الأمر مرة أخرى، وممكن تاني تتصل بنا طالبة إذا كان ممكن كشهادة باش يزيد يسمع صوتها وتسمع صوت غيرها. تفضل. ان شاء الله ليسونسيال كيما قلت لك راهم رانا في نفسيه رهيبه جدا والاوضاع تتدهور، يقول لك كاينه لائحه اخرى، لائحه اخرى الى اجل غير مسمى. واش ضمني انا ما طلعتش في اللائحه الثانيه؟ واش يضمن اللائحه الثانيه والناس راهم هنايا بالمئات بالمئات، زد اللائحه الثانيه وزد اللائحه الثالثه وزد الرابعه والخامسه. كانت تعليمه واضحه، تعليمه واضحه جات من السيد رئيس الجمهوريه أن يقوموا بإجلاء الطلبة والمرضى، الناس اللي جات بملف طبي والناس اللي جات تدير تكوين، سواء عمال ولا جو طلب الدكتوراه في الجزائر يديروا التكوين هنا شهر أو شهرين، يهودوا، لأن هادو ما راهمش مقيمين، هادو عندهم الأولوية، هادو جاو بمبلغ مالي محدود، ما جاوش هنايا خدامة ولا عندهم ازدواجية الجنسية، هادو لازم يعودوا. كيفاش درك احنا انايا قلت لك مت وحيد، كي قال لي اسمع قلت له كيف هذا؟ قلت له كيف هذا؟ قلت له استسمحك عذرا، باي وجه تقول لي اسمك غير موجود في اللائحه؟ وانا صاحب الاولويه، انا صاحب الاولويه وانتم تعلمون كل هذا جيدا. قال لي دوك نتصل بك، دوك نتصل بك وكوبارابيل، وعاودت وعاودت، لا حياه لمن تنادي. هذه هي شهادتي، ودوك ربما اتصل بك صديقه من الصديقات كذلك اللي راها عايشه معاه وراها في حاله نفسيه رهيبه جدا، دخلت في يعني حاله نفسيه ودخلت في تعياط وفي بكاء شديد جدا، وتكلم في دارهم وخلاص انا راح ننتحر وخلاص انا راح نقتل روحي، يعني صراحه ثلاث شهور وهي الدور هي بدون مال وهي يعني خلاص بلغ السيل الزوبه. ربما اللي قدرت تتصل بك دوك نعاود نتصل بها ونعطيها الواتساب تاعك، زدت فوتت لي بشهادتها. وارجوك استاذه فعلوا كما قلت لك المستحيل لكي تبلغوا صوتنا، مش غير في الفيسبوك، ديروا طلب ووجهوه للسلطات، لان هذه كما قال لك قضيه انسانيه ومسؤوليه الجميع، حتى المشاهد اللي راه يشاهد اذا يسمع في هذا الصوت اللي راه فيه مراره وحرقه يعاوننا فقط بمشاركه هذا الفيديو لا اكثر ولا اقل. ان شاء الله ان شاء الله، فقط ذكرني برك اكتب لي الرقم باش نعرفه، لانه كثير بزاف راهم يتصلوا من الخارج دركا، وبالتالي حتختلط عليا المكالمات. خلاص دوك نعطيك رقم، عاد دوك نبعث لك رقمها الان وبعتي لها انت احسن باش تكوني نيشان مباشره ليها. اوكي ماشي صح. شكرا شكرا السلام والسلام عليكم، ربي يحل الامور ان شاء الله. صح. المهم كما سمعتوا الإخوة والأخوات، كنا في محنة مع الأخ فيصل قفاز اللي يعني أخذ بطريقة غير مرغوبة يعني، وفعلا كنا تحيرنا عليه وعقبنا عيد مش مليح وكان فيه يعني حزن كبير، ونشكر كل الناس اللي وقفت معاه والمحامين، يعني نشكرهم بزاف بزاف، وانا سعيدة بهذا الموقف الذي اعطى درسا لكل من يقول باللي احنا رانا ما نوقفوش وما نتحدوش، احنا كوطنيين وكحماة الثوابت الوطنية، نحن حماة الثوابت الوطنية مهما نختلف لكننا نتفق على جدار الثوابت الوطنية. اذا كنا درنا نداء وقلنا احنا نطالب بفتح تحقيق حول هذا رئيس البلدية الذي طول يعني طول في الكرسي هذا وفي هذه البلدية، عنده اكثر من عهدة بيان سور،
وقلنا باللي هذا السيد راهو دار حاجة مش مليحة، خاصة بعد ما أكدوا لنا باللي كاين فيديو يؤكد أن هذا الجدار كان فيه صورة لأسد الأوراس مصطفى بن بولعيد الشهيد المغدور مصطفى بن بولعيد. الشيء اللي زاد حز في ناس الشعب الجزائري، كل الشعب الجزائري انتفض، أنه التمثال العملاق الكبير لمصطفى بن بولعيد أزيل أو أزيح من تلك المنطقة، ووضع مكانه رأس لمصطفى بن بولعيد يعني كتمثال أو كنصب. السؤال المطروح، لماذا هذا التقزيم؟ فما الغرض من ورائه؟ الغرض من ورائه أنهم ينحيوا الجدارية تاع مصطفى بن بولعيد ويستبدلوها بجدارية نتاع رموز الشياطين، وبعدين يزيدوا ينحيوا النصب الصغير لأنه ما يلفتش الانتباه طبعا، لأنه ولا صغير ما يلفتش الانتباه، فينحوه عادي عادي ونلقاو فيه صورة المعبد ولا حاجة زي هكذا. المهم، في انتظار التحاق الطالبة من بريطانيا والتي تعاني منذ 3 أشهر، وهي تنتظر الفرج، لعل دولتها الدولة الجزائرية تبعت لها بطائرة لتجليها من الخارج بعدما انتهت الدراسة أو أنهت دراستها ولم تعد لها إقامة هناك. تفاجأ هذه الطالبة أو واحدة من الطلبة، تفاجأ ب المهم